يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث ايام التشريق فيما يسعى غالبيتهم مع نهايه اليوم لانهاء مناسكهم ومغادره منها قبل الغروب للقيام بطواف الوداع. وكان الحجاج قد رموا يوم امس الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى بينما بقى من غربت عليه الشمس حتى اليوم ليرمي الجمرات الثلاث. وتنتهي يوم الثالث عشر من ذي الحجه ايام ايام التشريق الثلاث. ومعها تنتهي مناسك الحج لهذا العام ليتاهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل عن مكه المكرمه بعد ادائهم الفريضه <applause>